لو هما اصلا مش في جروب يبقى مفيش داعي اساسا. اصل هو الحب فيه حاجه اسمها التفرد، بيبقوا ميالين اتنين. أيوة موافقة. انه يبقوا موافقة مع بعض لوحدهم، يقعدوا في النادي، ما هيجيبش ناس، يقعدوا في كافيتيريا، يقعدوا في حاجه في وسط الناس ولوحدهم، لكن ما تبقاش في خلوه. يا جماعه والله انتوا مش حاسس كده ان انتوا مش معانا. اهلا شيرين هانم. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اتفضلي. انا مع حضرتك، انا بس كان ليا تعليق صغير بس على راي الدكتوره بخصوص ان الولاد ياخدوا حريتهم. انا بتكلم طبعا ان الحريه ليها حدود. انا مثلا لو اديت الولاد براح من دلوقتي اللي هو ايه؟ قلت له مثلا دلوقتي اللي هو كام مثلاً سنه؟ مثلا الولاد دلوقتي مثلا لا 9 سنين 10 سنين. ما حدش قال كده خالص. طيب ولو كبروا حتى لغايه الجامعه، ما ينفعش حتى الحريه لغايه الجامعه، لان هو لسه مش انسان ناضج عشان يقدر يتحمل مسؤوليه. لازم يعني فانت عشان افهم شيرين، انت شايفه انه ما يخشش علاقه خالص غير ما يخلص جامعه. لغايه ما يخلص جامعه ويقدر يفتح بيت ويتحمل مسؤوليه. فانت ضد فكره الجيرل فريند للولد في اي او البنت، ضد الفكره خالص. انا عندي ولد وعندي بنت، ضد الفكره تماما. تماما، شكرا يا شيرين. البنت لازم تكون رافعه راس ابوها والولد يرفع راس ابوه طبعا. وهو لو عرف بنت، يعني لو بنت عرفت ولد او ولد عرف بنت، هيحطوا راس ابوهم في الطين يعني. بس المفهوم ده مفهوم مهم، انه البنت ساعات بتحافظ على نفسها عشان بتحب ابوها وعايزه ترفع راسه، تحب اخوها وعايزه ترفع راسه. وده مفهوم هو ثقافيا هي لما يبقى عندها بوي فريند قوي جدا. ليه سينا يا جماعه؟ بوي فريند مش هترفع راس ابوها ولا لا؟ مش هترفعه، لا مش هترفعه، بتلف معاه في كل حته. هترفعه ازاي يعني؟ يا استاذ ازاي؟ لا ده اكستريم يا دكتور محمد. ترفعه ازاي؟ ازاي يا فندم؟ يعني هو احنا كل يوم ماشي مع ولد، هترفعه ازاي؟ او شكل ولد مختلف يعني؟ كل يوم ماشي مع ولد، يعني كل يوم ماشي مع ولد شكل؟ اه طبعا، ده اللي بيحصل. هي حاسه بطعم، حاسه بطعم العلاقه. لا لا. ده مشي، بيجي بعده، بيجي بعده، بيجي بعده، ففعلا بتحط راس ابوها في الطين. لا يا فندم، الكلام ده مش حقيقي خالص. لا لا, لا لا لا، هي الفكره حضرتك بتتكلم، حضرتك بتتكلم على البنت، حضرتك بتتكلم على البنت المنفلته اللي هي كل يوم بقى مع واحد، وان مفيش نيه خالص للارتباط، وان هي مفيش تربيه يعني. مفيش بقى بالظبط، دي حاجه تانية. ده احنا بنتكلم على ناس تانية خالص. فتحت لها السكه، ايه اللي يوقفها؟ ازاي يا فندم؟ هو شايف ان احنا نقفل السكه خالص يعني. يعني معنى كده مثلا ان الست اللي خرجت الى الشارع عشان تروح شغلها خلاص بقت زيها بالظبط، زي اللي بتعمل مثلا زي والعياذ بالله البغايا اللي واقفين في الشوارع، ما دي خرجت الشارع ودي خرجت الشارع. لا يا فندم،